أعزائي المشاهدين، أسعد المساء ومرحبا بكم في لقائنا لهذا المساء. أعزائي، معي هذا المساء كل من أستاذ أميد جاف. أميد جاف هو مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في ولاية ميشيغان، وطبعا من مو احنا من نقول ولاية ميشيغان، أوكي، من البارزين في أمريكا في السياسة العراقية وفي دعم السياسة العراقية. ومعي ايضا الاستاذ نافع خلف. نافع خلف، انا دائما اقول الشخص المهتم بالسياسه العراقيه، الشخص اللي حياته هو كلها السياسه العراقيه. ونافع خلف، شكرا. فمرحبا فيكم، اهلا وسهلا. مره اخرى ارحب بكم في تحياتي. شكرا. بدي وياك استاذ نافع، الوضع في العراق بعد مجيء مصطفى الكاظمي، أكو هناك تحركات للقضاء على الفساد، للابتعاد عن التدخل الإيراني في كل الشؤون العراقية. نعم. زين، إنه الوقف هذا التدخل، هل تعتقد إنه راح راح إنه الأشخاص اللي قبله واللي نهبوا وسلبوا وهذا، هل تعتقد يقدر يجيبهم للمحاكم، يقدر يقضي عليهم لو هم راح يقضون عليه؟ أنا رأيي الشخصي، هذا الرجل هو غير قادر على إدارة الدولة العراقية. هذا رأيي الشخصي. ليش؟ لأنه كل محاولات أو ظهوره خلال 3 أشهر اللي مرت كلها ظهور عسكري، مع اجتماع مع محاربة الإرهاب، اجتماع مع جهاز الأمن، اجتماع مع الحشد الشعبي. هو هيكوري. لا لا، أنت تعرف شنو الآن، حول النظرة العامة على صيغة الدولة بأنه عسكرية. عسكرية بالمحاور مالتها بالكامل. فهذا الرجل ما يعرف بأنه الاقتصاد هو الشريان الرئيسي بالعالم بالدولة. الشيء الآخر اللي هو من نجل لواشنطن دي سي، كانت عنده محاور 7. الأمريكان قالوا هي بأنه هذه المحاور يجب تحل. تحجيم دور إيران، تقليل الميليشيات أو إلغاء الميليشيات، وحل جزء من الحشد الشعبي، والتوجه إلى الخليج لشراء الطاقة الكهربائية والغاز. ده يتقرب للسعودية قسم من الأشياء اللي طلبت منها أمريكا. طبعا إذا سوى الأشياء هاي أمريكا راح تعطي له الدعم. صح. وإذا أمريكا اعطتها الدعم، المفروض يقدر أقل شيء 20-30% أنه يسوي الأشياء اللي يريدها. لا، هو عنده حقيقة النية الصادقة بها، بس مع الأسف هو محاط من قبل من دمر العراق ويدمر العراق الآن هي الميليشيات. إذا هذا الرجل إذا ما يركز على مسألة إزاحة الميليشيات باتفاق مع إيران، العراق يبقى غير مستقر. اتفاق مع إيران؟ طبعاً. إيران هي المحور الرئيسي. أعتقد إيران راح توافق على إنه تحل الميليشيات. والله الضغوط، شوف أنت خلال ذني الـ3 أشهر اللي مرت، ترى معه جيته هو الإيرانيين، أول شيء فقدوا الاتفاقية الأمنية على المفاعل، خسروا القاسم السليماني اللي كان هو العنصر الجوال في العالم العربي، الطائرة الأوكرانية اللي دمرت لحد الآن، المشاكل الاقتصادية، وآخرها اتفاقية الصداقة ما بين الإمارات وإسرائيل. قرب إسرائيل من إيران يعتبر نوع من التقويض على الحكومة الإيرانية. صح. أستاذ أمين، كان هناك اجتماع حكومة كردستان مع الحكومة الإقليم، وكانت النتائج جيدة. هل هاي النتائج جيدة هو مفسرها أنه دعم حكومة إقليم كردستان للكاظمي؟ تحياتي لك ولأستاذ نافع. بصراحة احنا حكومة إقليم كردستان من بداية المجيء الكاظمي احنا دعمنا الكاظمي من أجل حلول القضايا الرئيسية بالعراق، مثل ما أنت تفضل موضوع الأمن واقتصاد. ترى اقتصاد، أنا دائما أقول اقتصاد قبل الأمن. إذا أكو اقتصاد الدولة وضع زين، ما حد يتجه حمل السلاح. أنا وياك، ماكو أمن ماكو اقتصاد. صح صح.
انت يعني مسارين يعني يروحون مع بعض. انا اشوف حكومه اقليم كردستان من مجيء الكاظمي صارت اجتماعات مكثفه، واحنا ترى حتى عادل عبد المهدي كان اكو يعني تفاهم بيننا وبين عادل عبد المهدي، ولكن الايام الاخيره ثلاثة اشهر الاخيره هو تعرف استاذ عادل عبد المهدي كان محاطه بالمسؤولين عراقيين موالين لايران، يعني ستقول تعبيره لكن ما قدر ينجح رغم كان اكو دعم الى دعم دولي. ترى اجى صار الكاظمي صار عادل عبد المهدي امينه، امريكا فرنسا بريطانيا المانيا عالم كلها دعمه، وكاظمي اجى دعمه حكومه اقليم كردستان دعمه. احنا ما عندنا خيار ثاني بصراحه غير ندعم كاظمي، هو دعمه من اجل سيطره، واذا يريد مساعده احنا ما يعني احنا حاولنا لحد الان اكو اجتماعات بينهم، هو اكو مناطق بين اقليم وبين مثلا محافظات الموصل وكركوك ودياله اكو ارهابيين مستغلين هاي فراغ، وأكو اجتماعات مستمرة لغاية اليوم. هو يرجع دوريات مشتركة بين بيشمركة والجيش العراقي. إحنا نريد ندعم كاظمي من أجل إنجاحه، ولكن وضع الكاظمي سيء. أنت تعرف العراق محاطة بميليشيات 65 ميليشيات، ما حد يأخذ أوامر من حكومة. يعني هاي قضية موضوع الاحترام والتقديري لكلمة حش الشعبي، مو اكو ناس يعني صدق يحبون يدافعون العراق. المشكله مو بالجنود، المشكله بالقياداتهم، هم موالين لايران. احنا نعرفون وانتم تعرفون العراق ولا يعرف ايران عنده سياسه تفرق سود، هاي كانوا يقولون انجليز بريطانيين ولكن استفادوا منه ايرانيين على نفس السياسه يطبقوها بالعراق اليوم. الكاظمي وضع سيء كونه يعني يحاول، يعني بصراحه هو عنده محاولات زينه يعني بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، موضوع كل المفاصل الدولة الأمنية مثل ما تفضل سيد نافع، هو يحاول يسوي اجتماعات بالفعل عبالك مع عسكرة الدولة. هو نفسه قبل ما يصير رئيس وزراء هو كان مدير مخابرات، كل أشياء يعرفها. هو أكو محاولات ولكن تعرف شنو مشكلة الكاظمي؟ ما يقدر خلال هاي فترة قصيرة يسيطر على كل المفاصل الأمنية بالعراق. الجيش 100% يكون مخلص له، هذا أهم شيء. الوزارة الداخلية، ترى وزارة الداخلية يعني من اللي نذكر أشياء مو زينة، ترى نص الوزارة الداخلية تابع لإيران، أو لهاي موضوع القوات خاصة تابع للوزارة، منو شكلها؟ قوات البدر، يعني نواته كلها من قوات البدر. لا تنسى وزارة الداخلية أكثر من 10-12 سنة بيد قوات البدر. زين هذا قوات البدر يعني هذا العامل يعني رجال يعني ما يخفيها، يقول أنا تابع الولاء الفقيه، يعني رجال صريح. خليني أقول لك إنه هو الكاظمي إجري سببه. أول شيء ثورة تشرين هي أحد أسباب جاية الكاظمي، مو شخصا وإنما تغيير وزير رئيس وزراء العراق القديم. كان عنده هدفين، الهدف الأول لتحقيق التحقيق عن مقتلة المتظاهرين، والثاني الانتخابات وسرعها، وحسب ما هو الاتفاق أنه يبجون السنة الجاية. بس خلينا أقول لك أنه هذا الرجل لا يمتلك القدرة الاقتصادية، هذا يعتبرها أنه ما سواه هو عبارة عن تشكيل لجان. صارت مشكلة قتل فلان شكل لجنة، سوت كل شيء، ما سوت، ما يقدر. عنده مشكلة الفساد أيضا، عند الملف الفساد ملف كان هو عنده فرصة أول يوم يدخل كرئيس وزراء يدخل 5 أشخاص في محكمة في داخل بغداد، المالكي، العامري، الخزعلي، عمار الحكيم، وأسامة النجيفي. إيه بس ما أنا واحد خلص سني بس واحد مسعود برزاني هذا لا بس ما ممكن يقدر إيش صعب ثم قال أميد قال يرد سنين على ما يقدر، مو بهذا السهولة الجاية. أعتقد أمريكا والغرب دا يدعموه إذا نجح هو مرتلق بالانتخابات. هذا نقطة رئيسية أستاذ وليد، يعني الفساد موجود تمام بس هو قل الفاسدين،
يعني من تشوف واحد بالأمن ويعرف الفاسدين ويعرف هذا، وإذا أجاله دعم من الغرب تمام من الممكن هذا. بس وليد العالم ينظر على العراق بشراكة اقتصادية فقط. أمريكا ما عندها مصلحة أكثر من مصلحة اقتصادية. أمريكا شو تقول أنا عندي ثلاث أهداف في وجودي في الخليج أو في العالم العربي. تدفق النفط، الوجود العسكري، وحماية أمن إسرائيل. من يطبق ذني الثلاثة يكون الصديق الأول لأمريكا. أنا أقول لك شيء آخر مهم، أنه تجربة الأخوة الأكراد بالكركوك 1900 و2017 مسألة الانتخابات اللي قصدي الاستفتاء على أنه كأقليم يصير دولة. في نفس السنة وقعت حكومة كردستان مع الشركة الروسية اتفاق على إنتاج الغاز النفط الغاز الحجري في كركوك. ارتكبت خطأ فظيع جدا جدا. الخطأ الأخرى اللي سواها عادل عبد المهدي الاتفاق مع الصين. أمريكا تقول لك إنه أنا صرفت 4 تريليون، خسرت 45 ألف ما بين جريح ومقتول، أجي أضحي بالعراق اللي هو أخذ دمنا وأخذ فلوسنا أنطيل لروسيا والصين؟ ما يصير. لا صح. المنطق الجديد على الحكومة العراقية هو أن تكون ترابط اقتصادي. أمريكا تحتاج للعراق. أخو ميت، أمريكا مسيطرة على العراق، مسيطرة على النفط مال العراق، بس شنو الداخلي؟ لأنه ترامب ما يؤمن بإرسال الجيوش لحماية المصالح الأمريكية، يؤمن أنه يسيطر على النفط، يسيطر على الأشياء الموجودة بالبلد، هذا كافي له. البلد مهما كان يصير كان يصير. هل تعتقد أمريكا جادة أنه يحسنون وضع العراق؟ أكيد. أنا بصراحة أنا أقول لك أمريكان موقفهم واضح. ممكن أكو فشي خليني يطلع مني بالاجتماع الخاص. ترامب قال كاظمي أنت أمام خيارين، أمريكا أو إيران. وقال إذا تختار إيران أهلا وسهلا بك، لا تنتظر من دعم، لا تنتظر من إحنا مساعدتك في ديون البنك الدولي، لا تكون تطلب أي مساعدات ونطلب تعويضات اللي خسرناها بالعراق. صراحة الأمريكان جاد من أجل مساعدة العراق، ولكن العملية تغيرت. بعد ما تشوف أمريكان يدزون جنود لأي منطقة السياسة تغيرت. هم يعتمدون على ناس المحلين، وكو استراتيجية، وموضوع الطيار بدون طيار موجود. هسه امريكا يعني انتوا اكو ملاحظ اذا شفتوها بال 6 أشهر الاخيره هو يقلل تواجده بالعراق، هاي كلها المعسكرات يخف يعني اكثر من يعني بشرق. هذا انا عندي علم صرف ملايين دولار، اذا ما يصل 70 مليون دولار على مطار شرقاط، وتبرع انطاها للجيش العراقي، ويعني هواية منهم. هو هسه تركيزهم على منطقتين بشكل عام، موضوع عين الأسد وتواجدهم بأربيل، يعني حتى الصواريخ وكلها موجود، يعني خلاص البقية يريد يدعم الحكومة العراقية ولكن بجهود عراقية، بس بجهود عراقية. يعني بكل سهولة تقدر تدعم الحكومة العراقية وتقدر تركز الحكومة العراقية وتحمي الحكومة العراقية. يا بس أكو فشيء مهم لازم تعرفه. أنا أقول لك العراق استقر في حالة واحدة فقط. إذا الأمريكان دخلوا مع الكاظمي، أول شيء للطلب من السيستاني لحل الجهاد الكفائي، أول خطوة. بل بدخول الأمريكان العراق لا يمكن هذا الرجل حتى لو يصير النبي الكاظمي ما يقدر يقنع اي شخص ان يقنع على الامريكان وياه. انا مرات اقول انه مشكله ما احنا ايش نقول انه اذا الامريكان رادوا يا استاذ اكو شيء واحد لازم بس تحتاج بس اقول انا تحتاج العراق الامريكا العراق يحتاج الى اشخاص يفهمون كيف تتعامل مع الامريكان. خلي اقول لك فشي استاذ، هو بالنهايه راح يصير انت مثل ما انت تفضلت استاذ، راح يصير اتفاق ايراني امريكي من اجل تهدئة بالعراق. إيران وضعها كل سيء،
الوضع الاقتصادي الايراني داخلي كل سيء. ممكن انتم ما عندكم قرايب وعلاقات مع ايران؟ لا لا ما داخل ايران ما عندكم. احنا عندنا يعني علاقات واهل واصدقاء، تعرف احنا مناطق الحدوديه نصنا هنا ونصنا هنا. والوضع الاقتصادي داخل ايران كل سيء. الناس يعني اكثر من محاوله سووها فشلوا. ايران دوله مخابراتيه بحته، مثل ما نظام الشاه نفس الشيء هسه موجود مع تغيير المسميات. اللي ايران مسيطره على شعبه بالعنف، اللي يخطئ مثل صدام حسين نفس المرحله ما صدام. تذكرون كان عندنا صاروخ الشهاب وعلي فديوم نقول هذا ونقول ايران نفس الشيء. اليوم جانا صاروخ 100 كيلومتر هذا 700 هذا ما اعرف شنو نضرب وما اعرف شنو. السياسه ايران وضع سيء بدوليه. انتم ذكرتوها موضوع تمر الانفجارات الاخيره بالايران، لحد الان ما اعلنوها بس هم يعني مسج حقيقي. ايران امام خيارين، او يهدى باله. هسه بالامتحان الصعب باللبنان، باللبنان امتحان كلش صعب. المجتمع الدولي يقول اذا شفتوا مال ماكرون مال فرنسا مال لبنان، يعني هذا يقول للبنان اذا انتم ما تجون على مسار صحيح راح نجيب موافقه من مجلس الامن. الحدود يحميها منه؟ هسه حدود اسرائيلي ولبناني من يحميها؟ الامم المتحده. راح يسوي نفس الشيء بين حدود سوريا ولبنان، عندهم نيه. انت ايران يلعب دور بارز بهاي المنطقه. نفس الحوثيين ياخذون مساعده من ايران، مسموح لهم يضربون صواريخ للسعوديه، امركو ارامكو 2 مليار دولار اول ضربه. نفس الجماعه موجودين بلبنان ما عندهم هاي الصلاحيه يضربون اسرائيل. يعني هو تعرف شنو هو اللعبه موجوده بشرق الاوسط، هو من اجل تدمير الامه العربيه كلها. ترى لعلمك ايران عندها دور بارز ويا تركيا اليوم يلعب هاي المنطقه. اذا امريكان هم اللي انطاهوا وجه للايرانيين من اجل توسع سلطتهم بالعراق، هو نفسه يقدر امريكا اجي ترامب تغيرت هاي السياسه، ولكن موجود ايران موجود بنفس الوقت. ترى مو كل واحد مثل امريكا جاده موضوع الحصار. ترى بريطانيا ما يريد بهذا قوه، المانيا ما يريد بهذا قوه، فرنسا ما يريد بهذا قوه. يعني مو اي صحيح، لكن موجوده. خلينا تعقيب على حكايتك انت، ما تقول انه الرئيس الفرنسي ايضا من دخل بغداد قال حكايه واحده، قال بانه على العراقيين اعاده سيادتهم. سيادة منين؟ من ايران. يعني ايران يس. اكو نقطه تغيرت الان معالم حتى السياسه الخارجيه بيروت بلبنان. حسن نصر الله طلع تصريح غريب جدا من صار الانفجار ورا باسبوع. ايش قال؟ قال بان احنا نقبل بالغرب انه من نجاز الفرنسي نقبل. هذه شخصيات هذا تدريب ايراني. الايرانيين من تضيق عليهم الظروف يطلعون يصابحون العدو بالضبط. فالعراقيين من خسران العراقيين المساكين اللي واصلين بالوسط، بس ما يقدرون ما يعرفون اكو لغه يحتاجون ان يطوروها يتعاملون بها بامريكا. اكو مشكله كبيره جدا. هذول الناس الان يطلبون من امريكا، يعتبر نفسهم مقاومه، يطلبون من امريكا تطلع من العراق. هم نفسهم انطوا بريمر سيف علي من جوا راح دقيقه من خالد، بس نفس الوقت كان يسمون محرر صح حرر العراق. لولا مو امريكان ترى هدول الشوكولاته مثل كلمه العراقيين كان ما يقدرون يجون. يا رجل هذا نور المالكي ولا هادي العامري كانوا يسمون بول بريمر انت محرر العراق. مو عارف شو ما قال مو ما دوله ما كان امريكا وياهم. احنا نعرف اكو ثلاث دول، ايران وتركيا واسرائيل، تنهب العالم العربي والاكثر ينهب هو تركيا وايران. امريكا مو من مصالحها انه تركيا وايران تنهب العالم العربي. هي سيطرة مع مجيء الكاظمي، واذا صارت انتخابات وهو اجى مره اخرى. مو من مصلحه امريكا انه تقطع المجال بين ايران وسوريا ولبنان
انه تاخذ العراق من ايران بدون شك، تحتاج انه وجود العراق وتحتاج انه تسد الحدود ما بين ايران والعراق. بس انت عندك مشكله ثانيه الان ظهرت، انه تعرف ان تركيا هي الممول الرئيسي بالغاز الروسي اللي يمر الى اوروبا، فالاوروبيين ما عندهم خيار غير بس يقبلون بانه يعني اول انت شفت ايش تصير بالبحر الابيض، ترامب لعب اخرى انه حتى شنو اكو توازن انه احنا ندعم المانيا ضد روسيا والمانيا تاخذ من روسيا الغاز تدفع بالضبط يعني. اكو توازن بس اكو اكو ثقل قوي جدا اقتصادي بالنسبه لتركيا. الشيء الاخر اللي هو الاكثر مخيفا انه اذا طلع الحقل الغاز العراقي الاتراك يقولون بانه كركوك هي جذورها إلنا، تعرف انت يعني على هذا كلام يعني هل راح تسمح امريكا كركوك لو اي محافظه بالعراق فيها نفط تروح لغيرها؟ ما ممكن. اذا صارت شراكه يسووها، الامريكان يريدون شراكه اقتصاديه، يريدون واحد يقدرون يسوون شراكه اقتصاديه ويا كي ار جي، يقدرون يسوون ويا ما المشكله، يقدرون على ناس اقوياء. الجيش التركي اثبت انه قوي، بعدين معتمد اقتصاديا على اوروبا. ترى انت الصناعات التركيه الان مغازيه غازيه اوروبا كلها والعراق والعراق ايضا هذا عندي سؤال لها بعدين راح على وضع تركيا وهذا العراق. سو ايش تتوقع انت انه هل الكاظمي راح يستمر؟ هل ايران راح تنطي له المجال انه يستمر؟ هل امريكا راح تدعمه انف حتى يستمر لما تجي الانتخابات ويطلع هو مرتلوخ؟ شوف موضوع الانتخابات، هاي الانتخابات اللي اشوفها كلش صعبه، يعني الانتخابات الجديده هو راح يصير مسار تغيير السياسه العراقيه، يعني راح يصير تغيير وجوه الشارع العراقي اللي كان ينطي صوت مثلا لفلان وفلان بدون ما نذكر اسماء بعدين واحد يزعل منه، اليوم تغيرت صارت مصالح. الجيل الجديد وقام بالتظاهرات وهاي هذا الجيل ما يؤمن باللي موجودين على الساحة السياسية 100%، يعني أي واحد منهم أصبح سياسيين عراقيين موجودين قبل الكاظمي، يعني أنا أشوف موقعهم تلات باوع الناس مصالح عنده. بس إذا تغيرت يعني انتخابات التوازن ووضعهم كله رح يصير كل السيء، الناس ما يقبل، يعني الشارع العراقي شاف الغدر منهم، شاف الظلم، شاف يعني العملية عشب العراقي، ترى أكثرية العراقيين جوا تحت الفقر، وهذول الكل اللي عندهم فلوس كلها يمهم 5%، يعني الوضع العراقي الشارع العراقي يفتح عينه. مجيء الكاظمي هل كل شيء يساعدهم؟ ترى كاظمي أمام خيارين، الوضع الكاظمي اختيار بالانتخابات يرشح نفسه يسوي قائمة، هذا أصعب مرحلة هو تغيير بالعراق راح يصير، هذا يختار منه يتحالف ويا منه، إذا يتحالف ويا أي حزب، أي حزب موجوع الساحة السياسية راح يكون دمار إله. بس عبادي ليش ما نجح؟ عبادي يعني فشل ذريع، زين تحالف نفس الوجوه. الكاظمي إذا قدر يقنع الشارع العراقي، يعني جيل مثقف والناس الزينين، يعني ما منطق أياديهم، راح يتغير سياسة وتحالفه مع كردستان. ترى كردستان الموضوع الانتخابات، ترى هاي عملية انتخابات، أنا شخصيا مو ويا هاي آلية، لو أنا عندي سلطة أسوي عراق دائرة واحدة راح يصير دعم قوي يشارك، إذا غير 100% يقول يا بس ليش أروح أصوت، إذا بالأنبار ما رحنا ورحنا ما رحنا هو 20 واحد على سبيل المثال، دائرة واحدة. إحنا بحزب الديمقراطية الكردستاني راح من زمان علينا احنا ويا دائره واحده بالعراق، راح يكون دعم مشاركه. اذا انت ما شاركت، السنه لما صارت بالانتخابات الاول وما شاركوا
ما شاركوا يا يا بس ولكن ليش ضاعوا ولكن بالثاني شاركوا. اذا العراق دائره واحده راح يصير الدعم الاكراد يقول يابا انت اذا شاركت 700 الف صوت جبت الفلان جاب لي عدد مقاعد راح يوزع على هذه راح يصير دعم اذا بس اذا هاي الدائره هسه انا اشوف راح بيها مجال للتزوير هاي هذا راح يصير بيها كارثه بالعراق. نفس السؤال يعني بالحقيقه اكو فرصه امام هذا الرجل الكاظمي اذا اراد انه يخلي الضغوط الايرانيه تطلع من الميليشيات. الايرانيين الان يبحثون عن طريق للتفاوض مع امريكا بالضبط. فاذا هذا الرجل ما عندهم اموال كافيه ما عندهم اي تحاصروا ديره الحصار مالتهم الان وصل لمرحله تومان مالتهم الان هو اربع اضعاف يس. فاذا اذا الكاظمي ذكي اقتصاديه سيئه جدا اذا المالكي اذا الكاظمي ذكي يقدر يكون هو الوسيط ما بين امريكا وايران ويطلب من طلب ايران واحد بس يقول لهم اسحبوا دعمكم لدول الميليشيات 1 إلى 75 شيلهم. اعتقد اني لو امريكا ودول الخليج ترى لا تنسى اكو ميليشيات سنيه انا دخلت منازل 1 على 75 ما قلت 1 على 79 اكو بعد النمر 20 واحد لا ايران هذا كلش قوي ترى استاذ خلي اقول لك شيء ملاحظه صغيره. ايران بنفس الوقت يدعم شيعة يدعم سنة يدعم اكراد واحد ضد الثاني هذه السياسة اسمها يعني لا يكون بالغ يعني بس شيعة طريقة السيطرة على العراق هي عن طريق ضعاف الدولة وخربطتهم بحيث مشتتة ترى الزرقاوي لما لزموا جماعة من الزرقاوي كان عندهم أسلحة إيرانية made in semiers وليد قبل 2014 من طلعت داعش دخلت احتلت الموصل ووصلت حد على حدود بغداد ابو غريب الى حد ابو غريب انتهت وخلصت بال 2016 زين ليش طلعت من صارت خلافات ما بين امريكا وايران طلعت مره ثانيه داعش ليش؟ لانه ايران بالضبط تتحرك معناها ايران هي المصنع على الوقت الحاضر وعلى ما تيجي الانتخابات اعتقد الوضع الايراني راح يكون ضعيف كلش يعني عندهم حزب الله بسوريا يخسرون عندهم بالعراق عندهم يمن يمن باليمن باليمن يجهزون الاسلحه للحوثيين اللي هم قبائل حتى يمكن ما يعرف يضرب الصاروخ ايران بدها تضرب الصاروخ هنا زين هم استخدموا كل الطرق الخبيثه لاجل استمرارهم ب يسميها دوله الفقيه بس ما قدروا ولايات الفقيه جابوا ها ولايات دوله الفقيه هي نفس الشيء بالمناسبه نفس الدوله اللي اذا الدوله الامام هو المدير هو الرئيس وهو الممول طبعا هو يعني روسيا اخذت قواعد روسيه في ايران كانت روسيا تحلم بها روسيا الان تمتلك قدره في داخل سوريا مو محبه من السوريين بالمناسبه لانه الغاز اللي تشبوع على السواحل من الحسكه الى اللاذقيه الى حد اطراف دمشق هذا يكفي الى 100 سنه لعدد فالحل كوباني الغاز والنفط في كوباني لانه كوباني دخلت الامريكان من دخلوا تقاسموا ويا المعارضه السوريه تاخذ ربع والتركيه تاخذ ربع وامريكا تاخذ النص وقسم الاكبر من الغاز يروح لايران التركيا وقسم الاكبر من النفط يروح لامريكا ترى الامريكان يقولوها صراحه قالوها بانه نحن ما راح نطلع لضمان تدفق النفط بالمنطقه هذه 79 جندي موجود حمايه ابار النفط حسك وهي مناطق نرجع لموضوع الانتخابات هاي مهمه كلش اكو شخص الان طلع اسمه جمال الضاري يسمون المشروع الوطني بالعراق هذا الرجل عنده افكار بديعه كلش يريد يغير الشباب العراقيين هذا اللي يغير بالمظاهرات بالضبط اللي يغير تركيبة الانتخابات اللي يسوي 400,000 شخص نائب واحد هذا يقلل من عدد النواب من 325 إلى 100 فقط 100 هو رقم اللي كلش قريب بإنجلترا وبكل دول العالم بس
بس بالمركه بس نسبه النفوس يعني. احنا المشكله عندنا المشكله يعني. عندنا 425 واحد، 325 حرامي تدري يعني. لحد الان بالضبط تدري لحد الان من مجموعه 325 كم واحد مسرح بيهم ماله ولا شخصيا؟ ممكن 12 واحد بس 12 من مجموعة 325 الباقيين اذا يصرحون كان هو عامل يعامل بالنفط. هسه انت لك 4 بليون دولار ل 4 تريليون دينار عراقي. يا معقول مو صار احنا انا لكن صارنا نشتغل ب 35 سنه. هلا سؤال اذا الكاظمي امريكا دعمته هذا، هل تعتقدون هذول المالكي وجماعته وهذا لنهبوا اموال طائله انه راح يحن وراهم طبعا حتى يجيبون الاموال العراقيه؟ هذا الرجل الكاظمي عنده فرصه واحده غير دخول الامريكان وياه باول شيء اخذ واحد من ذول الخمس شخصيات اللي قلت لك عليهم. وامريكا اوريدي حاطه بالضبط، بس يكون لازم يكون صريح مع الامريكان. هذا الرجل يريد له اراده صراحه مو صرامه. تعرف شنو استاذ منا للانتخابات اعتقد راح يبني نفسه على انه يكون واحد صلب جيد من الممكن ناخذ قرار. هو السيد كاظمي اجى من خلفيه عسكريه، هو ترى مو يعني عسكريه قديم، ترى كاظمي اعلامي اكثر ما يكون اذا انتم تعرفون. كاظمي اجى لما صار المدير مخابرات، لما صارت مدير مخابرات زمن عبادي هو امريكان فرضوها. اجى كاظمي اليوم اول ما اجى يعني كان يريد ينظف حوله، اكو كلام يعني مو مالع يقول كاظمي اول ما دخل داخل رئاسه الوزراء قريب جاب نفسه اول يوم جاب جماعته من المخابرات موضوع التنصت داخل رئاسه الوزراء كان موجود، كل المكالمات موجود كاميرا وكلها نظفها اول مره غرف ماله تعلم زين. هاي اول شيء. ثاني شيء كاظمي مثل ما قلت لك من البدايه اراده تنظيف حوله مؤسسة العسكرية عراقية أمنية مخترقة دوليا والدول الجوار عندها دور بارز. أول شيء يحتاجه ينظف على الأقل شيء 50% يعني هو يحاول ترى عنده يعني يريد ينظف خلال 6 شهور. أنا أشوف راح يصير الانتخابات الجاية 9 شهور، خلال هاي 9 شهور للغاد انتخابات إذا صارت انتخابات. تعرف العراق وضع دائما يصير تقلبات بالعراق، إذا صارت انتخابات وقانون الانتخابات لازم بها شروط يحرم شوية أكو ناس فاسدين بالعراق يحرمهم من مشاركة الانتخابات. هذا كلش صعب عليه عدا إلا تغيير البرلمان العراقي. ترى هل نفس الفاسدين موجودين برلمان عراقي يريدون يحكمون بالعراق؟ إذا غيروا فشي الوجوه جديدة، الوجوه الجديدة اليوم ما سوينا شيء. بس البارحة قبل يوم كان صور بارحة أو البارحة اجتماع كاظمي ويا محمد حلبوسي موضوع وزير المالية هيثم الجبوري حسب إعلام إحنا يعني ما عندي معلومات أكيدة صار مسبة يقول للوزير أنت شلون عينت فلان وفلان وفلان ليسوا أكفاء. ومدر حراميتهم هذول العامين حراميتهم. هو المشكلة تعرف العراق اللي يجي مو هذا برلمان، برلمان ما يخ... ما هذا برلمان اللي يجي بدي راح يقدر يكسر شوكة الحرامية مو هاي مرحلة ما أشوفها. خليني أنطي معلومة جديدة على تفضل مقاطعتك. العبادي في زمن العبادي هو اجى رئيس المخابرات. اعرف انا قلت لك امريكا فرضته. تعرف ليش؟ لان اثنيناتهم عدايل، اثنيناتهم مخطين خوات زوجاتهم ان خوات مال منو؟ كاظمي عبادي؟ طبعا والله ما اعرف. بس ترى امريكا فرضته. انا وياك كان امريكا تبحث عن شخص عنده يقدر يلزم مكان يسمعون الناس، بس هو لحد الان ما سوى اي شيء عملي ملفة الفساد ولا في شيء ما يقدر استاذ ما يقدر يا عزيزي هو خليه يسيطر على هو ما يقدر. خليني اقول لك على شيء سووه مثل وزارة المالية قالوا بان هناك 7 اشخاص من ضمن الاشخاص اللي راح نحيلهم الملف الفساد.
فساد. واحد عندهم اسمه الصقب المالكي، ابن اخوه المالكي، نو المالكي. صقب شنو الخطأ مالته؟ بأنه كان مأجر بيت بالمنطقة الخضراء ما دافع الفلوس مالته. تسمع بالله هذا المنظر، هو باقين بلايين الدولارات تجي تجيله ولا ما دافع. وتعرف شنو؟ مو هين، مو هين استاذ. ما أعتقد يقدر أسه بالوقت الحاضر، بس هذا إذا أمريكا والغرب ودول الخليج هيئوا إنه يكون الشخص اللي راح يستلم الحكم اللي راح يقضي على الفساد 20% من الفساد. يا أستاذ العزيز، أنا تفضل. أنا أقول لك فشي واحد، أنا في أستاذ الكاظمي، أنت راح يقدر يسيطر على العراق مو بهذه السهولة. يعني هذول الحيطان الموجود بالعراق عندهم قوة وعندهم ميليشيات، وأكو بالجيش العراقي يدعموهم، وزارة الداخلية يأخذون أوامر منهم لحد اليوم. يعني كاظمي ترى من بداية لما أجى لولا دعم الأمريكي كان حاصرين مالك كاظمي، وأنتوا تعرفون مالي نظرهم. الكاظمي يقدر يسيطر على هاي كل أشياء، مساعدة الأمريكان وكراد. إحنا عندنا الدعم كامل، ترى إحنا من حزب الديمقراطية الكردستانية يعني حكم وكيارجي، وعندنا الدعم كامل إليه. إحنا يعني سيد مسعود برداني يدعمه يعني، لكن تعرف احنا دعمنا، ممكن احنا يريد مساعده نقدر ندز له بيشمركه مثلا 3000 قوات بيشمركه نحميها، ولكن عمليه مو بهذا السهل. عمليه الكاظمي محاصرها بيته، تعرف قصدي بيته شنو يعني؟ حوله، هو ينظف حوله مثل ما انت تفضل. انا اعرف انت تريد توصل هل يقدر مثلا ياخذ مالك المحكمة يعني عمار حكيم ورا انتخابات يتغير. اليوم برلمان العراقي، ترى لعلمك مو بس يعني برلمان عراقي قانون يريدون يحصرون كاظمي المصالحهم. يعني ما تقدر تذكر أسماء، يصير بعدين أشياء هواية يفتح أبواب ترى أسوأ من مالكي وغيره موجودين بالعراق. أكو ملفات ناس العاديين بليون دولار ماخذيها، زين ماخذيها بالعراق. احنا نقدر نرجع هاي كل الاشياء ورا الانتخاب، نتائج الانتخابات يحكم بالعراق. يعني اذا اجى الدعم الكامل من الشباب العراقي وامريكا وكردستان وتنظمت الانتخاب ودول الخليج، دول الخليج تنسى لانه عندها مصالح ضر ايران، فمن مصالحها انه تدعم العراق. حتى اذا ما تعرف منو مسيطر على حدود السعودية والعراقية؟ منو مسيطر عليه؟ ميليشيات سعودية يمن يمن العراقي. هسه يعني كاظم يحاول بس الطرفين ما يحبون العراق، لا السعودية ولا ايران. وليش احنا نحب؟ زين عندي سؤال لك، اكو مصالح بس اكو بالضبط مصالح، بس المصلحة يعني السعودية صدام حسين بوقت الحصار بالثمانينات، صدام حسين قال انا ابني خط نفط من عرعر الى البحر الاحمر. البحر الاحمر شو اسمه المدينه؟ يا رضوى شو الاسم؟ المهم نسال جده، على جده من الزبير الى جده. فبناس صدام حسين اخذوا الخط، اخذوا السعوديين وراها فتره. السعوديين ما يفهم ما يحبون يا بخلي اول شيء خلي احنا اكو استاذ وليد نعم اكو فد شيء كلش مهم، خلي نثبت لنفسنا احنا نحب بلدنا. حب شنو بلدنا؟ ترى احنا عراقيين ما نحب بلدنا. يعني ليش احنا نلوم السعوديه وايران؟ احنا بالعراق عندنا مصيبه يعني، ولو هذه مو حلوه، واسف يعني لكل الشعب العراقي واعتذر منهم. اول شيء احنا عندنا قابليه محاربه اخواننا قبل الاخرين. لما صارت موضوع الاكراد كل بساطه دمرنا الاكراد، سوينا انفال من اخو صدام حسين، طبق الجيش العراقي، طبق الجنود العراقيين طبقوا. لما صارت احداث وراء 2003 احداث الاخيره دمرنا الانبار، دمرنا كل موصل. موصل ترى بعد 100 سنه ما يرجع. عندنا قابليه يا بس لابد ان احنا نحب بلدنا اول شيء. انا يعني
الضوء صغير هو، خلي يكبر هذا الضوء. وليد انا جدا مقتنع، جدا مقتنع بانه مستقبل العراق جيد في حاله واحده بس، الامريكان يدخلون ويا يروحون ويا الكاظمي للنجف يقعدون ويا السيستاني يقول سيدنا عندنا مشكله كبيره جدا ما نقدر نسيطر على هذول، حل هو يصير فتوى 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 الغيها يلغيها صح امتلك قدره يسمعوه. نعرف كل زين انه السيستاني مع شيعه العراق بالضبط ومخالف لشيعه ايران اللي يريدون يسوون القوم وجمعهم وزاره هنا هم المسؤولين يعني هم الزياره بالضبط فاكو خلاف هو اللي بس فاذا طال القوه للسيستاني همنا نعم زين من الممكن يسوها نص الحج الشعبي كله راح يحل. فهذا مشكله العراق الان حتى المستثمرين الان لجانب انا قبل اسبوع كنت بكونفرنس كول ويا الستيت يقول لهم بان احنا مشكلتنا الان حتى ما يقدر ندز شركات ماكو امان ماكو امان اذا ماكو استقرار ماكو استقرار بس لا ننسى بان هذا الرجل السيستاني عنده قدرة انه عنده تأثير عليهم وتأثير على كل الميليشيات. الشغلة الاخرى اللي هي كلش مهمة بالنسبة الان العراق وقع اتفاقيات اقتصادية مع امريكا ب 8 بليون دولار امين كاظمي هذني 8 لحد الان الخطط الاولية اللي هي المفروض يطالب بها العراق يقدمها ما يعرف العراق ما يعرف يسوي هم يساعدوا حتى ان يقدم بالضبط فهذا شلون تقدر شلون يقدرون الامريكان يساعدون العراق يريدون اول شيء امان واستقرار والناس اللي يزوهم من علينا لازم ما يروحوا يحامون مره ثانيه مثل 2003 و2004 امريكا يعني انا عندي ثقه كبيره انه اذا تريد تحمي العراق واذا تريد تدمر ايران اوكي اعتقد خلال اشهر تقدر تسويها خلال اشهر يا الحصار يأثر. الحصار طبعا. اليوم الحرب اقتصادية. يا باكو فشي كلش مهم. بالضبط. لازم احنا نعرفه. احنا مشكلتنا بالعراق. كل الحكومات بما فيها مرجعية. الفاتيكان الشيعة بالعراق. عيب علينا احنا تكون اتباع لدول اخرى. مفروض كل العالم. عالم الشيعي. يريد يقنع نفسه. ترى عراق. فاتيكان الشيعة بالعراق إمام علي إمام حسين كل الأئمة موجودة بالعراق الناس يجي يمنا مو إحنا نروح للزيارة للآخرين إحنا كلتنا نروح للحج السعودية يخلي الفيزا مثلا هذا سعره المسبح حبس مسبحه ميد إن تشاينا يبيع نجيبه نجيبه للسعوديه يجيبه احنا زياره رايحه احنا عندنا سياحه دينيه ميته بالعراق يابا انت شايف الزياره بالعينيه مفروض من حدود العراقيه من بصره من ايران كلها نستفاد منها احنا ندفع انت شايف احنا ندفع ما يصير هذا اخطائنا اذا نرجع لعامل مره ثانيه الاقتصاد طبعا بالضبط يا باكو فنادق تفضل نشوف اليوم تركيا تدخل العراق بشوكه ما تريد تطلع تحط قواعد تتحارش باليونان تجي السيطرة على المنطقه سوريا داخل سوريا ليبيا البحر الاسود الشرق هذا البحر المتوسط زين ايش تتوقعون يعني انه هل اوروبا وامريكا راح تسمح لتركيا بالتوسيع هذا والتحارش بدول اوروبيه مثل اليونان وقبرص وهذا والاشياء اللي تسويه بالعراق وين يعني شنو مصير تركيا؟ هل راح تكون هي وراء اسرائيل الدوله المدلله؟ صح الامبراطوريه الموجوده بهذيك المنطقه؟ انا وياك يثقون الامريكان بالاتراك اكثر من ثقتهم بالعالم العربي للعراقيين مثلا والسوريين متفرقين يعني قد شفت الحرب السوريه اللي صار لها 11 سنه العراقيين متاسف انه العراقيين الحكومه الكردستانيه قبل اسبوعين من قالوا اكو 250 قريه دمرت من قبل الاتراك ما قدروا يسوون في شيء واحد وهذا ليش؟ لانه اقتصاديا ما عندهم امكانيه عسكريه انه يجون يحاربون وبنفس الوقت دبوها على الحكومه المركزيه
الأكراد قالوا بأنه مفروض الحكومة المركزية هي المسؤولة. الحكومة المركزية ما تقدر. حسب الدستور. بس قلنا أكو دعم أمريكي للأكراد إنه المفروض هذا الدعم. وما قدروا الأمريكان. تري ليش؟ الأمريكان عندهم نظرة بعيدة على مسألة الاقتصاد أولاً. نعم. مصلحتي. مع... عزيزي بس. نعم. يعني هاد دخلوا. صحيح. إحنا قبل 3 أيام سيد الرئيس الأقليم سيدنا شيفان برزاني. زيارة من بغداد جاء نكس دي راح لأنقرة التقى بوزير خارجية والرئيس رجب أردوغان. طيب أردوغان انطاه وعد وقفة قتال مثلا أرضية وجوية قبل يومين. إحنا نجحنا قبل يعني هذا عندي خلفية خلي أشرح لك خلفية مالته. نجحنا قبل سنين بمجيء بككة حزب عمال كردستاني ويا تركيا صارت مفاوضات يعني نجحنا بتقاربهم بالفعل احنا كأكراد بتركيا استفادينا هواية وصارت انفتاح هواية تعرف ممنوع كلام كردي ملابس كردي تلفزيون عسى تلفزيون حكومي كردي اكو موجودة انا عايش تركيا السنة كان بيتي باسطنبول قدرنا ننجحهم اجي المرحلة الاخيرة ولكن صراحة يعني ما صارت انجاح الاخير هو موضوع السلاح أردوغان نجحت 80% أنا أقول لك أنا بصراحة أنا 80% نجحت شكل صارت أحزاب كردية وانتخابات وجابوا مقاعد 76 مقاعد وجابوا يعني كلها نجحت بيها. اللحظة الأخيرة موضوع سلاح تركيا طلب من هم كل أسلحتهم يسلموها هم قالوا شنو ضمان يعني أردوغان عنده مراوغة بالأيام الأخيرة مثل ما أنت تفضلت إحنا مو 250 عندنا فوق 570 قرية حدودية ما قدرنا نسوي أعمار واللي سوينا أعمار خلال هاي الشهور نصه من هزمة تركيا أكو اتفاقية بين إحنا بصراحة ما نجحنا وهاي مشار زيباري هواية طلب إلغاء اتفاقية مع العراق وتركيا بين صدام حسين هو صدام كان من حقه يدخل ورانا كأكراد 10 كيلومترات داخل تركيا بالمقابل 10 كيلومترات داخل العراق تركيا موجودة يعني لحد اليوم تركيا لما تحكي وياه احنا كأكراد احسن احنا مرة صارت انا شخصيا رحت مظاهرة فوق 1050 واحد لما جاء أردوغان واشنطن رحنا مظاهرة ضده زين سبحان الله احنا بنفس الفندق انا واربع اصدقائنا وبنفس الفندق مال أردوغان كونتيننتال احنا كنا موجودين هو جاء موجودين لما هو نزل احنا نسوي بريكفاست وهم انا كان موجود على اكلت وياه لا والله احنا يعني مقصود كاكا تركيا فقط في تركيا ما خلي اقول لك شيء واحد يعني تركيا غير رايها لا تركيا انا استاذ وليد انا قنعت هذا الشخصيه بانه هذا الرجل والدوله التركيه ما يمثل بالمناسبة مثل أردوغان. أردوغان هو شخص إداري فقط. هذول عندهم أكبر قاعدة عسكرية. هم مسيطرين في تركيا. مو الأخوان الاقتصاديين هو مصلحة تركيا. تركيا وقطر. هم أستاذ وليد. حزب الأخوان دا يسيطر على الدنيا. الجيش التركي الآن موجود بأكثر من 7500 جندي في قطر. بس خليني أحكي لك قصة قبل ما مو قصة حقيقة. أقول لك إنه الحل الوحيد للعراق بهيج وضعية لأنه ضعف العراق ضعف الحكومة الكردية من عدم قدرتها منافسة الدولة. أكو حل واحد الوحيد. أروح على وزارة الخارجية الأمريكية أجيب واحد وياي أنا كفؤاد حسين اللي هو وزير الخارجية العراقي هو كردي. أروح على أنقرة وأقول لهم ويحكوا باسم الأمريكان وياه. هذا الحل الوحيد. الأمريكان ما يريدون أن تضعف الدولة العراقية. بس بنفس الوقت خاصة بالضبط. وما يقدرون يخسرون تركيا لأن النظرة البعيدة على ما يريد تركيا يصير وياه بالصف الروسية. بالضبط. هذا. رغم أنه اتفاقية اقتصادية ما بين إيران وتركيا وروسيا. بس بنفس الوقت الأمريكان يتفقون ويا الأتراك قبل. تعرف شنو كاك احنا انا ما خلصت لك سرولي هذا اللي صار موجود احنا رحنا سيدنا شيفان برزاني راح قبل ايام
لتركيا. هو يريدون مرة ثانية يجددون السلام بين حزب العمال الكردستاني وتركيا. 70% من مشاكلنا راح يحل بهذا الطريقة. احنا نحاول هو يخليهم يقعدون على الطاولة مصالحة. اذا يصير هذا نص مشاكلنا راح ينحل. باكاك موجود مناطق كاكا احنا ما نقدر نروح عليهم. جبل وهنا تركيا بهاي عظمتها ما يقدر عليهم. ليش موجود بجبل قنديل يعني شوية شمس وسماء وموجود. انت ما تقدر تحل مشكلتك بهذا آلية ولا تركيا يقدر يحل مشكلتها بها. جرب تركيا كل أسلحة كل أسلحة جربها زين. هل أمريكا إذا صار خلاف بين أكو 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 خيط أكو خيط أمريكا راح تدعم أوروبا أكو خيط أستاذ زين. فهذا راح يضعف من موقف أمريكان. أنت تري أنا خلي أوضح لك. أمريكان موجودين بالوسط هسه بالوسط يريدون يحلون هاي قضية. إحنا طلبنا من أمريكان أمريكان لا بد يكون أكثر تواجدهم على الساحة حل مشكلة موضوع تركيا وعراق وتدخلهم بالعراق. أمريكان موجودين يعني. أنا كاتب أمير كانت فرصة من الحكومة العراقية بإبراز دور بأنه نحن نمثل العراق. صح. ويحمون أيضا الأكراد بنفس الوقت. بنفس الوقت ضعيف جدا. صعب كاكا صعب. عراق عنده مشكلة. عراق عنده مشاكل هواية. خليني أحكي لك إنه ليش الأتراك مركزين على موضوع موقع البحر الأبيض المتوسط. الأتراك عندهم البحر اللي هو الغاز اللي موجود على السواحل السورية وأطراف من تركيا. هاي يريدون عندهم قاعدة تكون هناك وإلى ليبيا وإلى هذه ليبيا يعني. لأنه ليبيا هي تعتبر الممول الغاز الغاز الروسي والتركي سموه ساحل تركي بالمناسبة أمام المناطق الساحلية صار يسمى تركي هي سورية فالأمريكان حركوا في رأيي الشخصي والأوروبيين حركوا اليونان لاعتراف على عملية تنقيب النفط من على السواحل التركية أو السورية. بس إذا أخذوها تصير المنطقة التصدير مو بس من سوريا وإنما تصير عن طريق ليبيا أيضا. فهذه النظرة الاقتصادية الناس. وأعتقد أني إذا صار الخلاف أمريكا راح تطبق ويا أوروبا سواء كان اليونان أو غير اليونان ضد تركيا. لأنه تركيا ثبتت للعالم أنه هم أجرسف يعني هم ما عندهم ثقة. يعني ترى وضع الأمني التركي أكو فشي مهم لازم تعرفوها. وضع الأمني التركي داخلي كل السيء. الوحيد مجمعهم الخلافات الداخلية. إذا يهدى جو يعني راح يصير انتخابات جديدة 100% أنا أشوف أردوغان ما ينجح. هو ما راح يستمر. هو بس أقول لك شيء واحد. فضل. أنت هذا تعقم الأحشادك صحيحة. اقتصاد تركيا كانت الليرة التركية دولار واحد باثنين إلى ثلاثة. هسه؟ سبعة ونص. راح يصير أسوأ. راح يصير أسوأ. فمعناه اقتصاد بس هذا الرجل ويا الحكومة التركية ما يفكرون مثل تفكير العرب. يفكرون على المدى الطويل يخلون علاقات رغم إنه أكو خلافات مع الناس. هم يبدون مثل اليوم طلبوا إنه يريدون يتفقون مع وزير اليونان. نعم. بالشطر الغربي من القبرص. فهذه من نوع من المحاور معناها فتح حوار مع اليونان بالتعامل الاقتصادي. عندهم حصة مو من صالحهم بالضبط. هو هم يعرفون إذا يصير مشكلة كاكا إذا مشكلة إذا يصير هزيمة واحدة لتركيا بأي موقع راح ينكسر كلها. لمعلوماتك أوروبا ما تريد أيضا. أوروبا تريد تأخذ 99% من الغاز مالتها تجي عن طريق تركيا. مو اكو خلاف الماني روسي تعرف انت على الموضوع معارض المعارض يريدون يغيرون خط الانابيب بالغاز. زين عندنا اقل من 5-6 دقائق. الكورونا بالعراق طبعا الجالية هنا في امريكا هنا بس في امريكا كلها ما عدا علم عن الوضع الصحي الكورونا هل هو منتشر هل الوفيات عالية. إذا تنطونا فد يعني صورة على الوضع الصحي بالعراق وخاصة في زمن كورونا. أنت بالنسبة لبغداد وأنت بالنسبة لكردستان. أنا أصور بغداد
الغريبة كلش بمحرم زادت أعدادها لأن الناس اختلطت ما يسمعوها العراقيين ما يسمعوها. بس نفس الوقت صارت وزارة الصحة ما عندها إمكانية صحيا أنه تكشف عن أعداد المصابين. هات عن كارثة الصحة يعني ذاك اليوم 19,000 في يوم واحد. أي تمام. نعم. إيه بس كتب شلون ما عندهم حتى ما عندهم كميات تكفي. نعم. بأنه كل العالم لتغطية الناس للفحص. هذه المشكلة طبعا. بس أوروبا خاصة فرنسا وهاي دا يساعدوهم طبعا. ألمانيا دا يساعدوهم. شو الوضع الصحي شلون؟ الوضع الصحي أنا اللي أعرفه في بغداد مناطق ما بها أي مشكلة بس أوكي. المناطق مزدحمة سكانيا. نعم. مثل الشعلة مثلا بالمامون بالمناطق اللي هي كثافة سكانية عالية بها عدد كثير ما مهتمين نهائيا بها. والوفيات وفيات جدا عالية بس ما يقولوها. نعم. لأنه الحكومة العراقية ما عندها إمكانيات وزارة الصحة أنه تعلن عن عدد الوفيات. نعم. هي حقيقة يعني المستشفيات ما عندها مثل اللي يموت دبوه هذا هو دبوه لأنه ما عندهم تسجيلات ما عندهم كل شيء حتى ما يعرفون إذا هاي كورونا ولا لا. هل المستشفيات وهذا في حالة جيدة لو أنا سامع أكو مستشفيات إذا يدخل واحد ما عنده مرض من يدخل مستشفى ثلاث أمراض به زين هل بعدها لحد الآن؟ بعدها أتعس. هذا الرجل هذا اللي تقول لك ركز على مسألة اسمها الجيش صح. عسكرة الدولة. نعم. عسكرة الدولة ما راح تخدم العراق على مدى طويل. أنت لازم تخلي وزرائك هم يشتغلون ما الوزراء. نعم. هذا الرجل عنده الإمكانية. نعم. بس اللي خايف من عنده هذول الوزراء كلهم تابعين أحزاب هذه الميليشيات الزين إذا أكو مثلا إذا أكو مواد زينة مفيدة للكوربت ينطوها هذول الناس أهل الأحزاب لذلك طبعا مشكلة أكو بالعراق. أميت في كردستان وخاصة القرى لأنه عندنا مجموعة خاصة في ميشيغان عندنا مجموعة من الكردان المسيحيين في القرى المسيحية وهم قرى صغيرة جدا وإمكانياتهم ضعيفة جدا. هل في كردستان بصورة عامة؟ أنا كورونا طبعا إحنا بدأنا بداية كل جيدة بحكومة أقليم كردستان لما قطعت كل التواصل بين المحافظات بين مدن بداية زينة ولكن تعرف طولت الشهور الناس شوية ضاجت موضوع العمل ماكو تعرف الاقتصاد عنده دور بارز قطعت الميزانية هذا عبد المهدي هم أثر علينا كلها أثر عليه من البداية بكل الزينة بس هسه بالنهاية بس منطقة سهلة نينوى وقرى المسيحية كل الزينة ليش هادو ولا مساء القوش وهاي مناطق اللي إحنا مسيطرين عليها بطنا لا كل الزينة الوضع كل الزين مقارنة بالبلدان الأخرى لكن هسه بالأخير الوضع شوي كورونا كلش عالي هاي الشهر الأخيرة بالأخير بثمانية بالآب إجى وضع كلش مو زين وضع الناس عندنا ما وفيات بس حكومة يعني يريد يسيطر عليهم مساعدات طبية راح يجينا من يعني فرنسا وألمانيا وأمريكا ويعني موجودة مساعدات زينة ويعني عندنا مستشفيات حديثة منها يعني بكردستان لكن تعرف إحنا مشكلتنا عندنا فوق المليون وكان عندنا وضع قلنا لاجئين يرجعون ترى هسه أكو هجرة مقابلة معاكسة والله بالبداية زين راحوا الأنبار وجماعة رجعوا هسه أكو لا بالعكس يرجعون للكردستان يعني وضع الناس مو مرتاحة يخافون خوف هذا مو إحنا لا زينة لحد الآن زينة سيطرنا عليها إحنا مشكلتنا الزيارات الأخيرة بالعيد أثر علينا هواية من وسط العراق وجنوب العراق جاء زيارة يعني فوق 300,000 واحد أثر علينا هواية بالعيد الصغير قفلنا ولكن صار ضغط هواية علينا إن الشعب من مطاعم وفنادق ماكو شغل لما فتحنا أثر علينا هواية هسه بالوقت الحاضر كباب يعني لأنه واحد هسه بالوقت الحاضر هل الاقتصاد مفتوح لو بعد مقبول يعني والله باقتصاد بعده زين أكو حدود تركيا يعني أكو حركات قدرنا نسيطر عليها مساق صار من بداية ليش قدرنا قلنا السواق الأتراك يسوقون لغاية مساح حدود كردستان هم ما يدخلون
هم تفضلوا جيبوا سيارتك سائق كردي سائق كردي يدخل فحسكر ما يخ ما يدخلون ما يدخلون هاي صار لأسبوع يدخلون مو هاي كلها أثرت مشاكل طولت كورونا طولت ما يعني هذا أثر على اقتصاد اقتصاد إن شاء الله اللقاح راح يجي إن شاء الله يا ربي وأعتقد أمريكا والدول الغنية راح تنطي للدول الضعيفة والدول الفقيرة منها ولا زحمة نقول العراق دولة فقيرة لا والله جريمة يعني كل خيرات العالم كلها موجودة هناك نقول العراق دولة فقيرة بالضبط يعني أكو معلومة إنه مدينة الموصل أحسن مناطق العراق تعرف ليش؟ مغلوقة ما حد يروح بكورونا بكورونا يعني مهتمين جدا بها ومركزين على على توعية الناس لأن هذا المرض إذا وكاك تعرف ليش صارت؟ أولا ما حد يروح للموصل دول منطقة منطقتين الوحيدة كان أكو تناقلات بينها أربيل ودهوك أربيل ودهوك همينها غلقت ممنوع الدخول من بداية على مود الموصل صارت أأمن من كل من وشكرا جزيلا طرقنا المواضيع هواية وفعلا في الحقيقة يعني ننتظر أنه هالغيمة السوداء تمشي شوية ولا شوية عن يا ربي يا ربي وإن شاء الله أنا أمل مصطفى الكاظمي يعني بداية جيدة وإذا أكو دعم إلى الشباب العراقي اللي طلعوا بالملايين هذول إذا طلعوا مرتبخ ويدعموه ويدعموه بالانتخابات أعتقد أكو أمل يعني إذا نجحت باختيار الاختيار الشخصيات محترمة على الساحة العراقية راح ينجح شكرا مرة أخرى شكرا يا أنس أعزائي المشاهدين كان هذا لقائي مع كل من الأستاذ أميد جاف مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في ولاية ميشيغان والأستاذ نافع خضف أحد البارزين في الشؤون العراق في مستقل مستقل حلو وإحنا نقول بشؤون العراق معناته هو يشمل الكل يشمل الكل نتمنى نتمنى لبلدنا كل تنجينا للناس واللي ينو ريغن قال اللي ما عنده حنية للوطن ماله ما عنده حنية للوطن الجديد ماله صح فلازم تبقى هالحنية لازم تبقى هالعلاقة مستمرة واطلب خاصة من الآباء إنه يحكون ويا أطفالهم عن العراق طلع العراق بلد بلد جيد وإذا وإذا العراق هالمشاكل راحت من عنده راح يكون من أغنى الدول بالمنطقة لأنه عنده الخيارات الكاملة وأنا أتأسف من أحكي ويا طبعاً ويا شخص لبناني أو أردني أو مصري يقول أنا كل ست شهور أروح البلدي البلدي وصيف هناك وأخذ عائلتي أتمنى هذا يكون للعراق أمامة أنه يستقر وأنه الموجودين هنا موجودين في أمريكا كلها أنه يأخذ بالشهر مرة بالسنة يودي عائلته للوطن ماله ويشوف أجهاله وين ولد وين ترعرع وين شبابه وين درس وين you know شيء جيد أنه نعلم أطفالنا بالبلد اللي جينا منها أعزائي المشاهدين إلى لقاء آخر وأسعدت المساء ♪